موجود موجود بس موجود تحت هاتك بالك مش بتتكلمي على التنمية ولا تعريف ايه؟ هو بس عشان بدأ بترتيب مختلف المواد هو الدكتور نفسه حتى انت ما شفتهاش كانت هي موجوده كان حد وصلته بعد يرفع ايده اللي وصلته طب الناس اللي هي لا رفعت هنا ولا رفعت هنا دول تبع ايه دول؟ في ناس لا رفعت هنا ولا رفعت هنا دول تبع ايه؟ مش قادر وصلت المادة المادة حضرتك انت اصلا متوفرة في ده النهارده بس هي موجودة بالفعل في النهارده مش كده؟ حضرتك المكتبة؟ طيب مش هي موجودة على موقع عندكم أصلا من التليفون اللي هو إسرائيل ولا مصر؟ مصر حاولت تسألي عشان تسألي موجودة معانا يا دكتور على الجروب أصلا موجودة معانا على الجروب ممكن تكون يعني ما وصلتش كده أوكي هو حضرتك أنت نعم؟ أول مرة مقنعة وكل طلبة وطلبات النهاردة هنتكلم عن المدخل المقنعي لنشر التحديث احنا المادة بتاعتنا عنوانها او المقرر عنوانه مادة اقناع ونشر افكار مستحدثة الإقناع ونشر الأفكار المستحدثة. اتكلمنا عن الإقناع وقلنا إن الإقناع هو إن في تأثير واضح على الغير. إزاي تملك القدرة على أن تغير غير قدرة السلوكية؟ ده اللي احنا بنقصده في بتجد نفسك بتدخل سوبر ماركت تلاقي
سلعة معينة تشتريها، لأن الإعلان بتاعتها، الدعاية بتاعتها، الطريقة اللي المنتج بيسوق فيها السلعة تبقى مقنعة تخليك تشتري سلعة بالأوضاع. الإقناع إن إحنا نخلي الناس تعمل حاجة ما كانوش هيعملوها لولا إن إحنا قمنا بفعل إقناع بالنسبة لهم. ستة وزارة ستة لازم يبقى في انت لما تغير صوت حد لكن في القهر يبقى لا مش قناع بس التاني لما يبقى في قناع لازم يبقى في قضية ان هو الشخص نفسه الى حياتنا عنده قضية من فرد ده في تعريف المفكر بيتنج هاوس بيقول الإقناع هو الاتصال الإقناعي حول مقصودة يقوم بها فرد تغيير سلوك فرد أو مجموعة من الأفراد عن طريق نقل رسالة. تاني الإقناع والاتصال الإقناعي محاولة مقصودة يعني مش عشوائية ففي قصد في نية محاولة مقصودة يقوم بها فرد تغيير سلوك فرد أمر يبقى في هنا محاولة لتغيير السلوك سلوك فرد سلوك مجموعة عن طريق نفس الرسالة انك انت كله معلومات معينة تستنى من وراء السلوك يا أستاذ تسمع
والناس اللي بتيجي زي ما احنا قلنا انه كل ده هتنزل على الموقع بتاع المسجد ان شاء الله نوفقكم بحيث ان هتلاقي الماده دي كلها اللي موجوده قدامك تقدر تنزلها. يبقى وفقا لتعريف الفيديو هاوس ان المبنى لازم تتوقف فيه عناصر الدنيا والتغيير السلوكي ورفض المرض. كل ده مثال يعني عايز تغير مثلا سلوك حد بيدخن مثلا يعني بيشرب سجاير بشراهه فلازم ان انت الاول تبقى قاصد انك تحط التمرين وكله بيتخض وبيتوجع. الواحد ده بقى يطلع زميلك زميلتك تطلع زوجتك تطلع زوجك فانت بتكلمه وانت متفاجئ بنية قلب اللي انت عايزه وبطل التدخين يعني بطل سلوك معين باسمه وبتقول له بقى التدخين ده بيبقى عباره عن مواد فيها كمية معينة من المركبات الكيميائية الضارة بالصحة وبتحكي له وبتحاول تقنعه وبتضيف على ده كمان اللي هو اصلا البالات نفسها البالات اللي بتصنع الدخان ده في الجيزة بيترين كده معفنة بيدخل في البالات دي بقى آلة سكران وكل ده بيترين بيتعمل سيجارة جامدة بتشربها أو بتسحب يعني معنى الكلام باختصار إن أنت بتحاول تخليه يغير سلوكه من إن أنت بتقربه من السلوك اللي هو بيسلوكه تنفره من السلوك اللي بيسلوكه أو العكس إن أنت بتحببه في سلوك جديد تقنعه بسلوك جديد يتصرف على أساسه أو يحاول ان هو يسلك على هذا السلوك الفكري. في تعريف ثاني بتاعه محاوله مقصوده بتعديل التفكير والسلوك. يعني مساله مش تقتصر على السلوك بس لا والتفكير كمان. لكن بتتفق مع التعريف الاولاني بانه محاوله مقصوده بالقصد والنيه عن طريق التفكير البارع بدوافع من طلبته نحو غايات حتى هو بيبقى ليه هدف او غايه انت بتحاول تؤثر على الهدف او الغايه اللي عنده لك والله ده السجاير دي ممتعه يعني هو كمان متعه السجاير اللي اتكلم منها قال هيفضل لنا ايه مثلا ده توضح له انه انت بتتوهم انها ممتعه انت بتتوهم ان هي المتعه الرهيبه انت هي مجرد عادي بتعود بتقعد تتكلم معاها بطريقه لغايه لما تزعزع الهدف اللي كان هو بيتصرف بسببه. فالتعريف ده بيرتبط مع التعريف السابق في التركيز على النيه العمليه يختلف عنه في تركيزه على الدوافع. فالتغيير يحدث في داخل الفرد قبل ان يقع خارجه. وده في رأيي هو تعريف أكثر دقة الأولية. ليه بقى؟ لأن أنت عشان تغير سلوك حد لازم تغير أفكاره. الفكرة هي التي تحركنا. أفكار ما تحركنا. لازم تبقى عارفين كده. أفكار اللي جوه دماغنا هي اللي بتخلينا نسلك على نحو دون نحو. نسلك بطريقة دون أخرى. الأفكار اللي هو دماغك عشان كده دايماً أقول وأردد إن إحنا محتاجين نتحسن الأفكار اللي جوه دماغنا لأنه الأفكار الجيدة اللي جوه دماغك تخليك تتصرف بطريقة كويسة لو اللي جوه دماغك أفكار رديئة هتخليك تتصرف بطريقة سيئة لأنه الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيختلف عن الحيوانات. كائن يختلف عن كل الحيوانات. ليه؟ لأنه الإنسان بيبقى هو يزيل أفكار معينة وبتبتزم
الحيوان ما بيعيش كده، الحيوان بيعيش اللحظة. الناس اللي بتقول لك ايه يعني، او الاعلانات اللي بتقول لك عيش اللحظه، كانها بتقول لك يعني عيش زي الحيوان بالظبط، لان الحيوان هو اللي بيعيش اللحظه، ولا بيفكر في اللي جاي، ولا بيتعظ من اللي فات، هو يعيش اللحظه. الحيوان لما يبقى جائع وقدام فريسه ملوش هم غير انه يقتنص هذه الفريسه. بعد ما يعني يبتلس الفريسة، لو عدت جنبه 10 فرائس كالأسد كالغزال، وعدت جنبه 20 غزالة ولا كأنهم معديين. وده الفرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان أحيانا بيبقى أحيانا بيبقى إزاي؟ إنه الأسد لما يبقى جعان هيجي مع الفريسة هياكل، هتعدي جنبه غزالة تانية مش هيبصلها ولا يجيلها عرضه. أما الإنسان ده فلو هو اصطاد غزالة وعدي 9 غزال ولا 10 يقول لك طب اصطادهم عشان بكرة أو بعده أو أروح أبيعهم، والفلوس اللي هيرجع لي أحطها في البنك تنفعني بعد كده. فالإنسان هو الكائن اللي بيفكر اللي جاي، بيفكر بكرة. أستأذن نرد الموبايل، نبدأ بنفسي ونرد الموبايل ده. فالدنفر وبعدين الإنسان ليه ذاكرة، الحيوان ملهوش ذاكرة. يعني لما يبقى فيه مجموعة قطيع من الحيوانات استشعر الخطر، يصدر صيحة معينة واحد منهم أو كلهم ويبدأوا يهربوا لحظتها، لكن بكرة وبعده ينسى إيه اللي حصل. الإنسان لا، بس هو في حاجة مشتركة بين الإنسان والحيوان، انه رد الفعل العكسي او الفعل الشرطي، ان هو لما يحصل لك حاجه انت كانسان بتتصرف زي اي حيوان بالظبط. الكلام ده مش مظبوط. يعني لو في مثلا كلب بيجري في الشارع وعيل شاي كده، قام وطي جاي طوبه وقام رازع الكلب بالطوبه، الكلب يقعد يصرخ بقى ويعوي ويعمل صوت كده الم، يعبر عن الالم. واحنا كلنا شفنا اللي كان عشان عيل ضربه او حاجه خبطته يقعد يصرخ وهو بيجي. الانسان كده لو انت في البيت وفي المطبخ وفجاه الكل قطع وحبيت تخرجي بقى من المطبخ على ريسبشن على الاوضه النوم، في السكه كده راح رجلك خبطت في طقطوقه او كرسي، اي زي اي حيوان. لما اي حاجه تكتبه مثال فارق ما فيش بقى لا ايه الادب او ده صح انا عاوز قدام مليانه صغيره عادي، لا انت مش هتلحقي تفكري، تصرفي بتلقائيه. لكن في فرق جوهري بين الانسان والحيوان، انه الانسان اللي احنا قلنا الحيوان لما بيتقلق او يصاب يشكك كده نفس الصرخه اي، بس الفريه الحيوان يرجع. لكن ما يجيش بقى بعد اسبوع يحكي بقى الكلب ده يحكي الكلب التاني. على فكره انا وانا ماشي في الشارع لقيت عيل شقي يعني ابن كلب يا مثلا حضرتك مسكوه ما بيقولش، لأن ما فيش ذاكرة. مثل أنت بقى في كل يوم الجمعة كنت قاعدة في المحاضرة أول ما نقابل زمايلي، بس كنت مش امبارح النور اتقطع، وبعدين كنت في المطبخ، وبعدين ماشية راح رجلي اتخبطت، اتأثرت رجلي اتخبطت، خليك تتخبط وتقعد تحكي. فده اللي بيميز الذكاء البشري، الذاكرة واللغة والتواصل. في تواصل بين البشر، الحيوان ما عندوش ده.
لكن بعد الناس بيتصابوا بس الآية بتقول من أمثالكم يا فندم إزاي؟ حضرتك في حيوانات يا فندم عندها تمتلك ذاكرة وكل ده، يعني ممكن يكون في الحشرات مثلا، لكن يعني الحيوانات لا. الحيوان مثلا انت يعني انت بتعمل زي بعض يعني مثال الناس مثلا اللي بالجمل مثلا، في أمثلة كتير قوي يا فندم، في أمثلة كتير كده تمتلك ذاكرة قوية جدا، بالعكس يعني ممكن تبقى تتجاوز ذاكرة أيوة. الإنسان كمان. يعني أنت مثلا الحيوان الحمار اللي هو بيبقى عالي في الفم، يعني يبقى طب ده مثال صحيح؟ ده مثال، ده مش ذكاء. لا أنا بتكلم على الذاكرة وليس الذكاء. اتفضل. لا أنا آسف، أنا اتفضل. أحيانا في الجمعيات بيبقى في ناس أفاضل زي الأستاذ كده يقول لك لا ده هو الحيوان يعني بيبقى أذكى من الإنسان، ده الحمار أذكى من الواد عويس ابن محمد لأنه العويس ده كل شوية يتوه من البيت ومبقاش يعرف يقول على العنوان يتوه معرفش يوصل، لكن الحمار بيجي البيت وبيوصل وما بيتوهش. طبعا الكلام ده مش دقيق. ليه بقى؟ لانه الانسان بيتميز عن الحيوان بكذا حاجه. اولا بالذاكره والقدره على انه يصل للغير والقدره على قراءه الرموز. يعني عمرنا ما شفنا حمار واقف جنب حمار بيوصف له عنوان. انت عارف يا حمار لو دخلت يمين يا حمار هتلاقي معرفش على الناصيه الشمال يا حمار، ما شفناش، لكن بنشوف انسان يقف جنب انسان ويوصف له عنوان. فهنا القدره على الوصف مش موجوده عند الحيوان. كمان قراءه الرموز، تجد السائح ماشي في وسط البلد خريطه، ومن خلال الخريطه اللي ماسكها بيبقى عارف كده هيمشي من ناحية دي عشان يوصل للمتحف ومن ناحية دي يوصل للقلعة. عمرنا ما شفنا حمار ماسك خريطة وإيه وعمال يبص فيها عشان يوصل لبيت أبو إسماعيل مثلا. نعم؟ كويس، بس أنت إيه اللي عرفت أصلاً معاك اللغة؟ طب على الأقل يبقى اللغة دي بينهم وبين بعض. مش لغة بينك وبينهم يعني، إلا عشان سيد سليمان يعني يا ريت حد عايز يتكلم. لا طبعا يا دكتور، على فكره هو مش اشتراط حضرتك. ينفع ايده ويسمعه. هو مش اشتراط حضرتك، هو ده حاجه مكتوبه في القران فعلا لسيدنا سليمان ستوت النمل، ان هم كانوا نملين ماشيين فخافوا من الاتقال يعني الناس تموت علشان سيدنا سليمان يسمع، فده مذكور طبعا في القران ودي حقيقه، لان القران مش هيكون حاجه مش حقيقه. أنا بشكرك. مين تاني عايز يعلق؟ اتفضل. الفرق بين البني آدم وبقية الحيوانات إن البني آدم عنده حرية اختيار، بقية الحيوانات مسخرة، ربنا حطهم برنامج فعلهم في غريزة البقاء يدافع بيها عن نفسه، في إزاي ياكل يشرب يتحرك، لكن ما عندوش حرية اختيار بس. هذا الفرق. لكن عندهم ذاكرة. حضرتك المحاضرة اللي فاتت قلت لنا ان البرود بعد ما طلعناهم من البلوط بقى برود ما شافتش المايه قبل كده، نقل لهم الذاكره ويعلموها الدر، ففي ذاكره بالفعل بس مفيش حريه اختيار. تمام، شكرا. مين تاني عايز يضيف حاجه او يعلق؟ احنا شايفنا بنسمع بقيه الاراء. نعم؟ الوفاء العام. يعني الوفاء عند الحيوان والنداله اللي عند الانسان. اه. بس يعني بعلق على ان يعني شوف الحيوان يعني قصدها دكتور مرتبط بالذاكره يعني. مرتبط بالذاكره طبعا يعني على اي اساس في الوقت؟ مثلا. في حاجه تاني؟ هل
تمام، بس سمعتك قال النقطه دي انت على سيدنا. ولما الهدهد يا دكتور جه وقال له انا جايه من خبر من سبأ، يعني هو كان بيتكلم كمان ان الطيور وكده، ففي فعلا لغه ده بيقال. كويس، على كل الاحوال انت رد على هذا الكلام. اولا انت عليك اول ما نادي قلت سيدنا سليمان، خلاص. فهنا احنا بنتكلم عن نبي عظيم، ده كلام موجود في القرآن، وانا ما بناقش الكلام اللي في القرآن. كلام القرآن الكريم ده بنسلم بيه تسليما، لكن مسألة انه يفهم لغة الطيب، يكلم الطيب، دي مقدرة ربنا اداله بوصفه نبيا. لكن هل احنا كبشر عاديين عندنا هذه المقدرة؟ عشان نقدر نتكلم، لا ينفي عدم القدرة، بس لا ينفي عدم. احنا قلنا اللي عايز يتكلم يرفع عينه، مش احنا مش هتبقى مكلمة ان انا اكلم واحد يقطع واحد يقطع. انا قلت مين عايز يتفضل، مين عايز يتفضل، لكن مش انا اكلم وانت تقطعي كلامي. أولاً منهجياً الاستشهاد بالقرآن غلط، ده من عيش المبدأ، ولازم الكلام يبقى واضح. إنك تستشهد بالقرآن في مجال علم غلط. ليه؟ لأن القرآن ده كلام المولى سبحانه وتعالى، ده لازم ناخده كما هو دون نقاش، ما نقعدش ناخده ندي. طب هو حصل كذا، طب يعني معقولة ده مش مظبوط، طب يعني معقولة ان احنا نناقش في ده؟ لا، ما نناقش فيما يتعلق بالقرآن الكريم، لان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل ابدا. فده بناخده كمسلمات. لما نبدا في مجال العلم قابل للتغير والنقاش. العلم اصلا مبني اساسا على البروبابيلتي، على الاحتمال. كل العلوم من اولها لاخرها لا تسلم بيها الا اذا فحصتها، وممكن بعد ما تفحصها كمان يجي بعدك ناس يقولوا لا مش مظبوطه. فهنا مساله انه الاستشهاد في مجال العلوم بالقران الكريم منهجيا غلط. وانتم المفروض دلوقتي يعني دارسين اكاديميين، والمفروض على مستوى عالي من الفكر في دار التوعيب اللي انا بقول ده. ايه هو؟ انت في مجال العلم البشري، احنا بنتكلم دلوقتي على علوم متعلقه بالاعلام، علوم متعلقه بالفيزياء، بالكيمياء، بغيرها. كل هذه العلوم احتماليه، ممكن تبقى صحيحه وممكن تبقى خاطئه. ما نستشهدش بالقران الكريم على هذه العلوم، ما نربطش بينهم زي ما بيحصل في حالات كثيرة. في حالات كثيرة، وده اللي احنا مع انه ده يعني قربنا قليلا عن المحاضرة، لكن اساسه جوهري. ان احنا دايما عشان كده بنقول ان الدنيا العقلية للبني ادم هي المفروض تنظمت الاول، لكن للاسف بيتلعب فيها بشكل يعني بشع. بنلاقي ناس مترفعة في وسائل الاعلام عمالة تتكلم عن الاعجاز العلمي للقران، وتربط بين الايات القرانيه وبين النظريات العلميه، وتقول النظريه دي موجوده في القران، والنظريه دي موجوده في القران، وده بيبقى متفق مع ده. غلط، وغلط لاسباب يعني دقيقه وحقيقيه. ليه؟ لانه العلوم متغيره. القرآن الكريم ثابت ودائم في كل زمان ومكان. تربط ازاي بين المتغير والثابت؟ لو ربطت بين المتغير والثابت، لو حصل بقى المتغير اللي انت تصورته انه بيه ثابت وبتربطه بالقرآن اتغير، تعمل ايه بقى في النظريه اللي انت ربطت منها وبين الآية القرآنية؟ وقلت دي هي دي ودي موجودة هنا. كمان ان انت تستعين بالعلم على اساس ان ده يؤكد يعني صحة القرآن ده غلط، لأن القرآن صحيح
سواء كان في علم او ما فيش علم، يحمل حقيقه في ذاته، لان ده كلام المولى. المساله ان الاعجاز العلمي في القران والناس اللي بتطلع وتربع وتحكي عن النظريات العلميه اللي موجوده في القران، الناس دي بتفترض ضمنا ان القران الكريم ان كلام المولى محتاج لده من خارجه اللي هو العلم اللي هو عمل بشر، وهذا خطا، لان القران الكريم صحيح سواء كان فيه بشر او ما فيش بشر، فيه علم او ما فيش علم. هذه نقطه. نقطه ثانيه، الناس اللي بتربط بين العلم والقران مفروض ما يبقوش هنا، يعني اي حد منهم يقعد يربع بقى في قناه في باريس او قناه في امريكا او في انجلترا، لان الناس هناك مؤمنه بالعلم ايمانا مطلقا. ولو ان كلام هؤلاء الدعاء صحيحا كان من الاولى يروح هناك، مجرد ما يطلع على برنامج تلفزيوني النهارده بالليل، ثاني يوم الصبح هتلاقي 500,000 دخلوا الاسلام لو ان كلامه صحيح. لكن هو جاي لناس اصلا مؤمنه بالاسلام ومؤمنه بالقران، ويقعد يربط بينهم وبين العلم والدين بطريقه خاطئه. لان لو خدنا مثلا نموذج، لما كان العلم مش قادر يوصل لنوع الجنين اللي في بطن الام، كان الدعاء يقول لك شفت بقى العلماء وصلوا القمر ومش قادرين يعرفوا نوع الجنين ولا ولد ولا بنت. لما تم اكتشاف السونار والعلم والطب قدر يعرف ذكر ولا انثى، قال لك لا، عارف ذكر ولا انثى لكن مش عارف بقى هيطلع مهندس ولا عبقري، مش عارفين بقى هيطلع هيخش الجنه ولا هيخش النار. طب ايه الاسلوب اللف والدوران ده؟ الايه القرانيه الكريمه في ذاتها تحمل معيار صدقها. الايه الكريمه مش محتاجه سونار ولا غيره. الايه الكريمه بتقول يعلم ما في الارحام. المولى سبحانه وتعالى يعلم ما، يعني ما للعاقل وغير العاقل، ما في الارحام. ما قالش في رحم نفيسه ولا سعديه ولا خديجه، كل الارحام، نبات، حيوان، انسان، يعلم ما في الارحام. لا يمكن تخلق اله، لا يمكن التوصل الى اله تعلم ما في الارحام. يبقى ما فيش الا المولى سبحانه وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في الارحام. خلاص؟ يبقى هنا الايه صادقه وواضحه، سواء في الات او ما فيش الات. الانسان راح المريخ، راح كوالالمبور، راح اي حته، الايه تحمل معيار صدقها. مش محتاجه بقى انه يكتشفوا سونار او ما يكتشفوش. لكن الناس بتتاجر على راي نجيب محفوظ انه الاثرياء العرب كان ليهم مصدرين لثروتهم، البترول والاتجار بالدين. الاثنين دول كان مصدر ثراء الاثرياء العرب، النفط والاتجار بالدين. امال هو هيسترزق ازاي؟ ولازم يلاقيله شغلانه. لكن بيغير في بنيه العقل، بيغير في تركيبه الانسان، بيغير في تصور الانسان للاشياء. اي حاجه متعلقه بالعلم لو هي النهارده صحيحه بكره ممكن تبقى غلط، ايا كان. وبعدين احنا دلوقتي النهارده لو انت قلت لحد من 50 او 100 او 500 سنه على فكره، يعني افترض ان انت حد مكنك انك تطلع برحله للماضي ووصلت للناس اللي كانت عايشه من 500 سنه وقعدت معاهم كده، على فكره بعد 500 سنه يا جماعه هتلاقي ان الانسان اللي يموت ده هتشوف صورته وهتشوف صوته وتشوفه وهو بيتحرك وتشوف عبد الحليم وجمال عبد الناصر دول بعد ما يموتوا، هيقول لك انت مين؟ يعني ايه؟ من 500 سنه لما تقول لهم الكلام ده هيعتبروك معدوم. يعني ايه؟ حد يموت وتشوف صورته ونسمع صوته والكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا مش بقول لك بعد 500 سنه من الان، ده بعد 50 سنه من الان هتلاقي حاجات وصل اليها العلم مش هتخطر او لن تخطر على بالك الان. يعني بعد 50 سنه، بعد 100 سنه من الان،
العلم اللي انتوا فرحانين بيه او احنا فرحانين بيه على انه انجاز ما حصلش هيبقى شيء متخلف جدا. والناس اللي هتيجي بعد 100 سنه تقول ازاي الناس اللي كانوا عايشين 100 سنه مستحيلين الحياه اللي كانوا عايشينها دي. اي شيء يتعلق بالعلم هو متغير. فمنهجيا غلط انك تربط الثابت بالمتغير. ده كلام المولى سبحانه وتعالى القران. فهنا ناخدك مسلمه ناخدك مسلمه لكن ما ندخلوش تفحص نقعد نفحص. انت بتربطه بالعلم يبقى عايزين نفحصه بقى لان العلم اصلا بيفحص. مفيش حاجه اسمها عالم يقول انه انا نظريتي صح ومرفوضه زي ما هي. مفيش عالم يبقى مش عاوز. العالم عشان يبقى عالم لازم يبقى يقدم النظريه قابله للاختبار قابله للفحص. انا عالم قلت ان الماء يتكون من يد اثنين الف ده عمره ما يبقى علم الا اذا اتيح لامثال من المؤهلين وعندهم الادوات في اي بقعه من العالم ان يقوم بتجربه ويلاقي فعلا الماء يتكون من يد اثنين الف يبقى علم. لكن لما انا اقول حاجه غير ما اعرفش يعملها ولا يثبتها ولا يتحقق منها يبقى كلام فارغ. اجي انا اقول والله ده امبارح قعدت في الشقه وجبت سله وعملت اضاءه خافته وجبت وصيل وقعد يحاول روح خالتي حمقها وامجاد خالتي حمقها وعرفت انها ميته لكن مبسوطه في الاخره. ها وبعدين طب انا عايز اعمل زي ما انا عملت حد عايز يعمل ما يعرفش مش عارف. اي كلام فارغ. يبقى تحضير الارواح ده كلام فارغ. لان هيقول لك لا انت لازم وصيل ولازم يبقى عندك ما اعرفش ايه شفافيه معينه ولازم الاضاءه تبقى كذا. ده يبقى نصب. العلم اي حد في على سطح الارض له الخبره وله الادوات يقدر يختبر النظريه ويضيف اليها او يلغيها لو فيها اي خلل. لازم نفهم العلم صح. لكن انت هتفهم العلم ازاي؟ لما انت لو فتحت التلفزيون هتلاقي يا اما هيبقى وهبي يا اما حسام ولا ما اعرفش الحضري ولا ما اعرفش المضربه الفلانه ولا الداعيه الفلاني. هتلاقي عالم يبسط لك العلم. هتلاقي مفكر يبين لك المسائل الصحيحه. هيجي لك الوعي ازاي؟ هتميز ازاي؟ ابدا. هم مهم جدا مسؤولين عن البلد دي النهارده وامبارح واول واول. مهم جدا ان انت مخك يبقى مسطح. لان كل ما يبقى مخك مسطح مش هتقدر تقف تواجهه. قلت لهم ايه؟ تعالوا هنا انتوا بتعملوا ايه؟ لانه ابيض. وهم حريصين على انه يبقى ابيض. فلازم بعد اذنكم يبقى عندنا نوع من العمق في النظر للاشياء. عشان كده يمكن قبل المناسبه كده قلت اهم حاجه الافكار التي داخل الكنيسه. ننتبه الافكار اللي داخل الكنيسه. اتفضل. ساعات احنا بندرس دلوقتي الاقناع وعلى ما اعتقد حتى لو تطرفنا بالنسبه للدين باي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو احنا بنتكلم في شيء وجبنا حديث عن الرسول فانا اقتنع على طول. عليه السلام. كويس. انا اقتنع بالكلام. لان الاقناع برضك تعتبر الدين من الات الاقناع بتاعتك. ده كلام جميل اللي حضرتك بتقوله انه الدين احنا يعني حريصين عليه كعامل كدافع للرقي والتقدم ما يبقاش كدافع للتخلف. احنا نبقى منتبهين عندنا الوعي ده. احنا ما بنكونش لازم نستبعد الدين لكن نبقى عارفين ازاي يبقى قوه دافعه. ما يبقاش احنا بنوظفه لتغيير الناس بنوظفه لتغيير وعي الناس هو ده. لكن احنا يعني انا وحضرتك مش مختلفين خالص على اهميه الدين. طب بالنسبه للعلم هل احنا بنقول كده ان في خصوم او عداء بين العلم والدين؟ ابدا. انه الدين مهم جدا للعلم. ازاي؟ انت بتلاقي دول اوروبا صرفت مليارات المليارات على تعمل ترسانات من الاسلحه الفتاكه اللي ممكن تقتل البشريه دي كلها 10 مرات. دلوقتي بقى بتصرف مليارات المليارات عشان تفكك هذه الاسلحه.
طب في عدم وتخلف وغباء اكتر من كده؟ طب مصدره ايه؟ ريان القيم الساميه اللي موجوده في الدين. يبقى احنا الدين ده يبقى هادي لنا ان نوظف العلم لصالح الناس بدل ما نعمل الطاقه النوويه عشان نعمل منها قنابل تدمر البشريه، نخليها التحليه اللي فيها البحر عشان نزرع الصحاري اللي عندنا. يبقى هنا الدين بيوجه العلم لمصلحه البني ادم. مش نقول لا ده الدين ده قسم للعلم والعلم قسم للدين، لا انا ما بقولش كده. لكن ان انت تتصور ان كل النظريات العلميه موجوده في القران الكريم مش مظبوط، لانه كده انت مضطر بقى بدلا من انت تدرس هندسه ولا فيزياء ولا كذا وكذا تروح تقرا المصحف مثلا. ده مش مظبوط. هنا بقى اللي بيدعو لهذا عايزك تتخلف وعايزك تبقى لا تلحق برب الناس المتقدمه. الدين ده مرشد لك في حياتك، ده يديك المنهج الصح. كان مصطفى محمود دايما كان بيفسر التفسير العصر للقران ويقول لك النظريات العلميه موجوده ونظريه التطور موجوده. الدكتوره بنت الشاطر قالت لا، قالت الكلام بتاع مصطفى محمود مش مظبوط. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا عايز اعرف ده كلام الدكتوره بنت الشاطر، ودي مفكره اسلاميه كبيره، بتقول يعني انا دلوقتي لو عايز اعرف شوال الدين في كام رغيف، اروح اقعد بقى امسك الايات والصور اللي في القران هلاقي انه شوال الدين يعمل كام رغيف؟ قالت لا مش موجود في القران الكريم، مش موجود. بس موجود الاهم، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اروح انا لاقرب فرن واكلم الراجل الفران، ازيك يا عم فلان؟ صباح الخير، لو سمحت هو شوال الدين عندك بيعمل كام رغيف؟ بيعمل كذا بالتفصيل. يبقى عرفت خدت المنهج من ايه؟ خدته من القران. اسال اهل الذكر. لكن لما انت تفسر لي القران على ان لو حبيت اعرف شوال الدين فيه كام رغيف هفتح سوره كذا الاقي، يبقى انت بتلعب بعقلي وانت كده بتسيب للدين، للدين وللعلم. فهنا ده اللي احنا بنتكلم عنه. احنا مش مطلوب انك تسبع الدين، لكن مطلوب انك تحافظ بطريقه صحيحه تبقى قوه دافعه لك في الحياه. يا الله خير. خلاص؟ في اي سؤال؟ دلوقتي احنا بنتكلم عن الاقناع. الماده بتاعتنا احنا ممكن جدا نقولها لك كده وخلاص من غير ما ندخل في مسائل تتعلق بالحياه، لكن انا ما بحبش كده في كل المحاضرات. سواء كانت محاضرات طلبة الجامعة العاديين اللي هم مش تعليم مفتوح، أو طلبة الدراسات العليا، أو طلبة التعليم. وأنا زي ما قلت قبل كده أنا بعتز بطلبة التعليم المفتوح لسبب، لأن ناس بتقول إنه لازم يبقى الإنسان عنده إرادة وطموح وعنده أهداف يحرص على مهما كان الصعوبة ويؤمن بأهدافه، وده بيتجسد في طلبة التعليم المفتوح. غير طالب معايا، طالب عادي بيلاقي نفسه طالب اوتوماتيك كده، لا شعوريا لا مجهود بيلاقي نفسه طالب. لكن ده بيبقى هو بيبذل جهد رغم الظروف، بيبقى عندها اولاد، عندها زوج، بيت، عنده شغل، عنده، ومع ذلك حريص جدا انه يحقق مستوى احسن لحياته علميا. الدولة نفسها ضد ده بدليل انها حاضر. اتفضل. بدليل انها اصلا يعني كانت ضد التعليم المفتوح. لا انا حاسس ان ده يعني بيدي وعي اكتر للناس. هم مش عايزين وعي اكتر. في بعض الاشكاليات المتعلقه بالاقناع. بعض الباحثين وضع تعريفات واسعه ومطاطه لمفهوم الاقناع، البعض الاخر حط تعريفات ضيقه. هنبدا نتكلم عن خصائص المشتركه للمواقف الاقناعيه عشان نتغلب على الاختلافات
المتعلقة بالتعريفات التي تقدم للتعليم الأول. للأسف للتنمية. خصائص مشتركة المواقف المبنعية. في نقاط مشتركة بكل كتب في المواقف المبنعية الأخرى. الإقناع طبعاً يرتبط بنجاح العملية الإقناعية، يعني لما حد بيقنع حد وبعدين بيحقق نجاح مساحة الإقناع بتزيد. فهنا الإقناع يرتبط بالنجاح. لما حد حاول يقنع لازم يبقى زي ما قلنا يبقى في نية سابقة ان هو عايز يغير، عايز يأثر، ولازم من وجود نوايا سابقة للي بيحاول القيام بالعملية الإقناعية. عشان تقنع حد لازم تحط خطة معينة، خاصة بقى لما يبقى الاقتناع أو الإقناع ده مرتبط بمجتمع كامل، عايز تغير على توجهات الناس كحشد كجماعة كمجموعة، فلازم يبقى في خطة، بلاش بالبركة كده. ويبقى في إرادة إنه المتلقي اللي هو المجري عليه عملية الإقناع يبقى عنده إرادة إنه وعنده حرية، عنده إرادة وعنده حرية وإن عملية الإقناع تتم من غير ضغط، وإلا هيبقى استبدال إنك تغير توجه الناس بالقوة بدون ما يكون ليه مرادة أو توافر لديهم الحرية لست في ده قهر، وده مختلف خالص عن الإقناع. الإقناع لازم يبقى فيه تواصل واتصال بينك وبين اللي انت هتجري عليه عملية إقناعية أو تحاول تقنع، ما يبقاش يعني في إقناع من لكائن غريب ما تعرفوش او ما فيش تواصل بينك وبينه. لازم التواصل يبقى موجود. ممكن التواصل بقى عن طريق وسائل الاعلام، مش لازم التواصل يبقى مباشره كده وجه لوجه واحنا قاعدين قصاد بعض، او انت وصاحبتك او انت وزوجك او انت وزوجتك. لا، ممكن التواصل يبقى عن طريق وسائل اعلاميه، عن طريق كتب، وعن طريق الى اخره. فدي كلها برضه وسائل التواصل. فلازم من وجود التواصل عشان تتم العمليه ده. في بعض المعايير اللي بتبين يعني مدى تماسك العمليه الاقناعيه زي الاتصال بين نيه واهداف القائم بالاتصال وسلوك المتلقي. إذا كان سلوك المتلقي متفقاً مع نوايا وأهداف القائد بالاتصال، فإن ذلك يشير للحكم بنجاح الإقناع والعكس صحيح. ما ينفعش إن أنت تظل عملية إقناعية وفجأة يعني ما اديتش الوقت الكافي وتقول العملية ما حققتش نجاح، لا يبقى العملية الإقناعية ما تمتش. لا، مش مظبوط. لازم إن أنت تدي وقت، لأن الناس مش بتتغير بسهولة. الناس بتاخد وقت عشان تتغير. أنت على فكرة ممكن جدا تغير معالم بديلة في حد. ممكن الشوارع تسلق شوارع، تشق الترع، تبني مباني، تعمل قصور وكباري، لدرجة إنه لو حد مسافر من سنتين يجي بعد سنتين يلاقي المدينة اختلفت، وممكن يتوب لأنه لقى شوارع كتيرة جديدة وسكك ومباني. فأنت فيما يتعلق بالتغييرات المرتبطة بالأشياء المادية سهل انها تنمو بسرعه، لكن تغيير عقليه البني ادم ده ما بيتمش بسرعه، محتاج وقت، محتاج وقت ووقت كافي. فاذا عمليه الاقناع
ما تقولش لا اصل هو انا شايف انها فشلت لانه علامات النجاح ما ظهرتش بسرعه. لا ما ينفعش ان انت تقول ما ظهرتش بسرعه، لازم تاخد وقت. الانسان لما وصل للعقليه اللي هو عليها الان ما وصلهاش من يوم وليله، لا ده خدت وقت. وهو صغير كان في ناس بتقول له على حاجات وشافوه حاجات ومروا تجارب، ولما كبر شويه شاف ناس تانيه وكلام تاني وتجارب تانيه، ولما كبر اكتر كان في المدارس في مدرسين ليهم تاثير عليه وفي صحاب كان ليهم تاثير عليه وصحبات، كل شويه عمال يتاثر ويتغير يتاثر ويتغير. ما تجيش انت بقى في جلسه اقناع وتحاول بقى تعمله انسان جديد. تأثر ممكن تغير بس بالوقت، بيبقى فيه وقت. فهنا مسألة السرعة مضرة مش مفيدة. طبعا مش كل الأهداف اللي أنت عايز تغيرها عن طريق الاقتناع أو الإقناع على مستوى واحد من القوة. في أهداف سهل إنك تغير وفي أهداف صعب إنك تغيرها. لكن في جميع الحالات طالما ان في تفكيرات اقناعيه فالتغيير ممكن يتم، لكن مش بيتم بدرجه واحده بالنسبه لكل المتلقين، ومش بيتم بدرجه واحده في كل عمليات الاقناع زي ما هنشوف بعد شويه. لما يبقى الفكره اللي انت عايز تقنع الاخرين بيها تتعارض مثلا مع معتقد ديني، تتعارض مثلا من مع عادات وتقاليد، هتجد صعب انك ايه تقنع الناس بيها. فهي المهمه بتاعتك تبقى صعبه. لكن لو الفكره اللي انت عايز تقنع الناس بيها بتلقى هوى في نفوسهم تتماشى تماما مع عاداتهم وتقاليدهم واعتقاداتهم، هتجد ان التغيير بيتم بسهوله. فدرجه الصعوبه والسهولة في الإقناع بتبقى ناجمة عن الاحتكاك بالناس وطبيعة الموقف في الإقناع اللي أنت بتواجهه. التأثيرات الإقناعية والإطار المرجعي ده اللي كنا بنتكلم عنه من شوية. الإطار المرجعي للمتلقي، المتلقي هنا بنقصد بيه مين؟ اللي إحنا عايزين نجري عليه عملية الإقناع، اللي احنا بنوجه اليه الحمله الاقناعيه او الاسلوب الاقناعي، ده اسمه المتلقي. الاطار المرجعي اذا كان قويا ومتكاملا نسبيا فهنا صعب ان انت تقول له على حاجه تتعارض مع هذا الاطار المرجعي. يعني مثلا زي الطهر، لما تيجي الناس في الاريان اتولدوا ونشأوا على انه الصقر هو الرجوله وهو الكرامه وهو العزه وهو وهو وهو، صعب بقى لما حد يبتدي لهم يقول له يا عم يبقى خلي القانون ياخد مجراه، مش هيقتنع، مش هيبقى مقتنع. ليه؟ لانه هو نشأ في بيئه او في الاطار المرجعي اللي بنسميه الاطار المرجعي، البيئه والافكار والمعتقدات اللي هو تلقاها كلها بتقول لا الصقر ده اساسي. فده بيرجع او بيختلف حسب الايه؟ الاطار المرجعي. اذا كان الاطار المرجعي قوي متكامل نسبيا والافكار الاقناعيه او الاهداف الاقناعيه بتتماشى معاه يعني لا تتعارض، هتلاقي الفكره ببساطة هتتم. الفكرة هتتم وهتنتشر. الإطار المرجعي مهزوز مش قوي، مش ليس قويا ومش وليس متكاملا. الحالة دي ممكن الفكرة تعدي أو تنتشر. لما نشوف حاجة زي اللي احنا جايبينها دي، لو في حد يعني في مشكلة بينه وبين زوجته يطلق ولا الحياة تستمر
بيشوف والله اذا لقى او اذا كان هو يعني يميل الى اتخاذ قرار الطلاق وحد اقنعه بده، فهو في الحاله دي تمسكه بالحياه الزوجيه ضعيف، فممكن يستجيب، ممكن يستجيب لاي افكار بتقول له لا خد قرار الطلاق، لان لما تنفصل احسن ما تعيشوا في مشاكل والاولاد انت خايف يتاثروا بالطلاق، لا ده هم ما يتاثروا سلبي بالعلاقه الرديئه اللي بينك وبين جوزك، لا اتكل على الله وطلق. ففي الحاله دي ممكن يستجيب. اذا كان الاطار المرجعي ضعيف وغير متكامل والمعلومات الجديده متعارضه، فنتيجه العكس الاتمان هي زياده درجه التشوش حول هذا الطقس، وتزداد حاله عدم الثقه، وقلما يعتمد عليه الفرد في اتخاذ القرار. المثال اللي احنا جايبينه في تاني الكناز، لما يبقى هو يعني بين نارين ومش قادر يعرف لا سند ديني للختان او بيلاقي احيانا سند ديني وبيلاقي ناس تقول له لا ده مضر للانثى ونفسيا وجسديا، هنا بيبقى في حال تشوش. حال تشوش بمعنى ايه؟ بمعنى انه ممكن تقنعه باي طرف من طرفي العمليه بتاعتك، ممكن تقنعه بده او تقنعه بده. يبقى معنى كده زي ما قلنا الزمن او التاثير في الحالات الاقناعيه ده ما بيتمش فورا ومباشره، ولكن بياخد وقت، يحتاج لوقت عشان يجيب مردود او يجيب نتيجه. احنا هنا عايزين بقى نشوف البعد الاجتماعي فيما يتعلق بعمليه الاقناع. من الزاويه دي في خطوتين. الخطوه الاولى يقيم المتلقي الاتجاه الذي تتبناه الرساله، المتلقي بيشوف الرساله الاقناعيه اللي جايه بتقول ايه، ويحاول يعرف او يقيم هذه او هذا المضمون بتاع الرساله. الخطوه الثانيه المتلقي يقوم بتغيير اتجاهه بعد حكمه على مضمون الاتصال. بعد العمليه الاقناعيه المتلقي او اللي بيتعرض لحمله الاقناع بيغير اتجاهه بعد ما يصل الى قناعه. الحكم على الاراء البديله الخاصه بقضيه معينه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده الكلام اللي مكتوب، وعشان كده انا بوجه الاستاذ انه الدين بيبقى ليه دور، بيبقى ليه دور اساسي مهم في مساله الاقناع بقضيه معينه او لا. يعني مساله الحلال والحرام ده بيأثر على الناس، بيخلي الناس يعني تبتعد عن الحرام وتقترب من الحلال، حتى لو هو بيرتكب الحرام لكن من جواه بيبقى في رغبة اللي بيكون فيه. نظرية الحكم الاجتماعي بتوضح انه فيما يتعلق لتقييم الافراد او تقييم الفرد للاراء المختلفه المتعلقه بالقضيه، يعرف الاجراء الذي تعتمد عليه نظريه تقييم الاراء باسم استبيان البدائل المرتبه. استبيان البدائل يبقى في بدائل للعمليه الاقناعيه. لما انت تحاول تعمل عمليه اقناعيه الموضوع من الموضوعات لازم يبقى فيه بدائل، يعني
لما انت تيجي تقنع حد، ولو قلنا مثلا عمليه الامتناع عن التدخين، واحد بيشرب 200 سجاير في اليوم، هو مش لازم بقى ان ما يبقاش عندك الاختيار واحد ان هو لازم يبطل السجاير بره وتاني يوم ما يشربش ولا سجاره. لا، انت ممكن يبقى في بديل ان هو بدل العلبتين يبقى علبه، وبعد ذلك تبقى يعني عدد قليل من السجاير الى تعب. فيبقاش في حده في عمليه الاقناعيه، لازم يبقى في اعتدال وفي تدرج، ما يبقاش من طرف من يعني من الحد الاقصى للحد الادنى. نقله النقله الكوبائيه الكامله دي بتبقى صعبه ان تحقق اهداف العمليه الاقناعيه. دلوقتي الناس مختلفين، احنا عايزين الناس مختلفه. ايه سبب اختلاف الناس؟ من اهم مصادر اختلاف الاحكام لدى الناس تجد الاهتمام الذاتي. ايه مع الاهتمام الذاتي؟ لما يبقى في اي قضيه بتثار، بيبقى ممكن القضيه دي او القضيه دي تقسم الى قضايا مركزيه وقضايا انشيه. القضيه اللي يعني تستحوذ على كل اهتمام من طرف كسر كل كيان دي بنسميها قضيه مركزيه، هي اللي بتعرض عنها الاهتمام الذاتي اللي موجود عند الانسان. لكن القضايا اللي الانسان او الفرد ما بيديهاش اهميه فدي بنقول عليها قضايا هامشيه. طبعا لما ناخد امثله من حياتنا او من مجتمعنا هنلاقي، يعني مثلا لو في حد مهتم بنادي معين من الانديه، متحمس بنادي معين من الانديه، اهلاوي مثلا زملكاوي الى اخره، انت عشان دي قضيه مركزيه عنده اللي هو متحمس لاحد الانديه، لما تيجي تقنعه ب انه النادي ده يعني سيء، انه النادي الخصم افضل منه، هتلاقي ده بالنسبه له مساله صعبه. هذه حاجة، الحاجة الثانية إن تلاقي كل اهتماماته بتدور حول هذه المسألة. لما نيجي نشوف الانقسامات مثلا اللي موجودة في مجتمعنا، بالناس متحمسة لاتجاه معين في الحكم، وناس معارضة للاتجاه ده ومتحيزة أو متحمسة أو متعصبة لاتجاه كان موجود قبل كده. فتلاقي دي قضية بالنسبة له قضية مركزية، ما يقدرش يفسر الحوادث إلا في إطار هذه القضية المركزية، لأنها شغلة كل كيان كل فكر. وبالتالي لما تيجي أنت تكون بعملية إقناعية لابد إنك أنت تراعي هذا الجانب بين القضية المركزية والقضية الهامشية عندك. طب ايه الفرق بين الاهتمام الذاتي والتطرف؟ احنا بنقول لما يبقى واحد عنده اهتمام ذاتي يعني عنده قضيه مركزيه بيتبناها، قضيه شغله كيانه متمسك بيها. هل ده نقدر نقول عليه متطرف؟ لا، ما نقدرش نقول عليه متطرف. ليه؟ لانه التطرف والاهتمام بالقضايا المركزيه اللي هو الاهتمام الذاتي في فرق كبير بينهم. التطرف معناه ان صاحبه لا يرى حقا الا فيما يؤمن به. يبقى المتطرف او المتعصب هؤلاء بيبقوا ابعد الناس عن الحقيقه، لانهم مش شايفين الا حاجه واحده. لكن لما يبقى عندك قضيه مركزيه انت مهتم بيها بتبقى متحمس لها، لكن في نفس الوقت عندك القابليه ان انت تناقش وتحاول الاخرين فيما يتعلق بهذه القضيه المركزيه.
أما الإتمام الذاتي وبدا الحكم لما نلاقي قضية زي قضية الجمهورية متوافرة في مجتمع من المجتمعات، فهنا بيبقى مسألة وجود آراء كثيرة وعديدة تتعلق بقضية من القضايا، ده بيدي الاهتمام الذاتي درجة أقل. ليه؟ لأنه ممكن تجد آراء أخرى، يعني فضيل الجوانب الخاصة بالقضية بتاعت الاهتمام الذاتي اللي أنت متمسك بيها. لكن لما يبقى مجتمع شمولي، مجتمع شمولي بمعنى إنه ما فيهوش إلا رأي واحد، اتجاه واحد، فبالتالي لو حد عنده قضية مركزية بفرصة إنه يرى آراء تانية مختلفة تكاد تكون فرصة معدومة. دلوقتي إحنا خلصنا الفصل الثاني، المحاضرة الجاية إن شاء الله ناخد مع بعض الفصل الثالث النهاردة كتير بكرة على صفحة الجروب بتاعكم اللي هو المصري، هتنزل المادة دي كاملة. يعني الناس اللي كانت بتحاول تتابع أو تكتب ولقيت حاجة فلتت منها أو ما لقيتش تكتبها، هتلاقي كل اللي أنا قلته أو اللي كان موجود هنا هتلاقيه موجود على الجروب بتاعكم اللي هو المصري. في أي سؤال؟ أي أسئلة؟ نشوفكم على خير.